بتاخدي وقت قد ايه عشان تلبسي؟ حسب المود، اذا مزاجي متعكر مشكله يعني باخد كتير وقت وبزعل وبتعصب والحاجات دي، بس اذا كان مزاجي رايق وعارفه حالي شو بدي لا سريعه، مش من الستات دول اللي مثلا الساعه 9 تكوني خالصه مثلا اخلص الساعه 10، لا ما ينفعش 9 9. انا حدا كتير منتظم ما باخد كتير وقت، ما باخدش وقت خالص بجد. اقول لك ليه؟ عشان انا زي ما قلت لك انا منظمه جدا، فبحضر حاجتي بدري قوي عن ما ممكن تتخيلي. يعني انا مثلا جايه النهارده انا اللوك اللي انا لابساه ده، لسه اكلمك على اللوك ده حلو قوي. انا يعني محضر يعني عامله حسابي من فتره ان انا هلبس ايه بتفاصيله بقى بالحذاء دي كل حاجه ايه وقتها، كل حاجه وقتها. اه طبعا طبعا باخد وقت. انا خدت وقت كتير لا خالص دي لا لا حاجه بسيطه ساعتين ونص بس كده، لا بسيط جدا. انت قاعده مستنيه ولا ايه؟ انا اللي جبت لها الفستان. اوكي ساعه مثلا مش كتير شويه يعني او لا ساعه كل حاجه يعني لو حتى ايفنت او كده. اه ما هو لو ساعه اوكي ما بلاش ما بلاش ده. يعني من ساعة لساعة وشوية كده. لا لا مش للدرجة دي، انا بزهق كمان.